تحتضن القرية التراثية العديد من الأماكن والملامح التاريخية العريقة التي ترشدنا إلى الزمن الجميل، زمن الآباء والأجداد. نعم، بيت الشيخة هيا بنت علي بن عبد الله الخليفة أحد الأماكن المميزة التي تحتضنه القرية التراثية، حيث يشهد البيت إقبالا كبيرا من قبل الزوار والمهتمين لما يجسده من عمق تراثي عريق ومكنوز أصيل. الزميلة مريم حميد وبرفقتها كاميرا مركز الأخبار زارت بيت الشيخة هيا وعادت لنا بهذا التقرير. نعم نعم، في هذا المكان الجامع الذي جمع الصغار قبل الكبار وأخذهم إلى ذلك الزمان العريق، زمن الآباء والأجداد والأصالة. يقول يا المحرق يا بيت الروح ونبض القلب ودنيا من الرضا وإحساس، يا سدرة حوشنا وطيور ترفرف بالمحب وفي. أنا مريم حميد وبرفقة كاميرا مركز الأخبار سنأخذكم بجولة في بيت الشيخة هيا، فأهلا وسهلا بكم. المتجول بين أزقة ودكاكين القرية التراثية سيرى عبق الماضي الأصيل وما توارثناه من عادات وتقاليد ما زالت محفوظة في قلب المجتمع البحريني. هذا ما شاهدناه في بيت التراث الشعبي المتمثل ببيت الشيخة هيا بنت علي بن عبد الله آل خليفة. والله أنا اليوم سعيد بزيارتي لبيت الشيخة هيا. هاي المكان الجميل، البيت التراثي اللي رجعنا إلى ذكرياتنا وذكريات أبهاتنا وأجدادنا. إحنا انحرمنا من هذه الأدوات القديمة والمقتنيات اللي اليوم سعدت إني شفتها ورجعت إلى ذكرياتي. ذكرني هالمكان الحلو بكل شيء، بذكرياتي الأول يومون بنية وصغيرة، يومون دابج في الشوارع من ناكل لك البيت يم بعض، يتراوالك البيت الحين اللي رحتها يتراوالك دعوس هار كبير، وهو لكن أناس الأول بيوتنا بيوت هالنا ويدودنا. فكل شيء كل شيء كل شيء مال أول وايد أحبه ويرجعني وايد حق زمان قديم اللي أصيح الصراحة، لأنه أتذكر يدي كنت وايد متعلقة فيه. ذكرتوني أقول لهم يا ريت يعطوني ذي البيت ونتنازل عن بيتي الجديد، أعطيهم بيتي وأعيش في ذي بيت الشيخة هيا، البيت العريق، المقتنيات الموجودة اللي أنا أعتبرها قيم وعادات وتقاليد. بيت الشيخة هيا عاد لجميع زواره بذكريات الطفولة والصبا، ذكريات وتفاصيل الزمن الجميل التي ما برحت محفورة في الذاكرة. ذكرني بيت أبوي، بيت يدي، بيت حجرة أمي هاللون كانت، حجرة أمي حجرة يدي هاللون كانوا مثل بيت الشيخة هيا الله يسلمها، هاللون بيتهم. لما مريت بالزوايا الموجودة فيها ذكرتني فعلا بالتراث القديم وحاليا بالحضارة الموجودة في البحرين. صراحة البيت يذكرني ويرجعني حق زمن الأول وايد وايد وايد، يذكرني بيدي الله يرحمها، يدتي الله يرحمها، الأثاث، التراث اللي فيه، النخل. جميع زوار القرية التراثية أشادوا بحسن التنظيم وعراقة هذا المكان الذي جعل الجميع يحظى برحلة فريدة من نوعها إلى حقبة أبائنا وأجدادنا. ونشكر وزارة الإعلام اللي جمعتنا اليوم في القرية التراثية. تدرين أنت يمكن لحقتي أو ما لحقتي، الأول في التسعينات والألفينات كانت كلها مهرجانات، يسوون كرنفال، سيايير في الشارع والناس تروح. الحين يجينا هنا يجينا عشان إن نستمد من ثقافة الماضي ونتعلم ونتذكر ونعلم في نفس الوقت. ما قصروا وزارة العلم، ما قصروا الصراحة، خلوا يعني رجعوا لنا زمن القديم، خلونا يعني نرد في ذكرياتنا من الأول. ندابج مني وندابج مني، كنت الحين أشرح حق ولدي يقول لي شنو هو يمه هذه اللي كنا لمنوك، قلت له هذه ايسي الاول،
هذه ايسي الاول، احنا عندنا ايسي في البيت ولا هذه ايسي الاول برادش علينا من كل مكان. صراحه شكرا حق وزاره الاعلام اللي اعطتني الفرصه ان اتكلم عن التراث اللي احبه، واشكر وزاره الاعلام على هذا التنسيق والترتيب الرائع والمجهود اللي بذلوه.